اهلا بيكم في مدرسه المكرميه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الميداليه الجميله اللي قدامنا في الصوره دي. الميداليه معموله بخيط قطن مجدول سمك 2 ملي. هنحتاج للميداليه حلقه الميداليه واربع خيوط طولهم الواحد 125 سنتي، وزي ما قلنا سمكه 2 ملي. هنعلق الخيوط الاربعه على حلقه الميداليه وبعد كده نثبتهم على لوح التثبيت. هنقسم الخيوط اربعه يمين واربعه شمال، وهناخد الفتلتين اللي في النص. هنعمل على كل واحدة 3 عقد مستوى جمائلة بالتلات فتلات اللي جنبها. طبعا العقد المزدوجة المائلة المفروض ان احنا لو انتوا متعلمين مكرمية هتعرفوا تعملوها ازاي. لو اول مرة تتفرجوا على فيديو مكرمية هتلاقوا الفيديو العقد ده موجود في بلاي ليست خاصة بالعقد المكرمية الاساسية موجودة على القناة دي. كده تالت عقدة. هنروح الناحية التانية ونعمل 3 عقد برضو على الفتلة اللي في النص. هنميلها ناحية اليمين كده ونشد الخيط كويس ونشده بشكل مستقيم عشان يطلع شكل العقد بتاعتنا مظبوط. نركز بقى في العقد او في الخيوط اللي انا بشتغل عليها. يعني ديت انا اخدت الفتلتين اللي في النص اشتغلت عليهم. هناخد دلوقتي فتلتين تانيين نشتغل عليهم. شايفين الفتلة دي اللي هي رقم 5، هنشتغل عليها 3 عقد بالتلات فتلات اللي بعدها. يعني انا كده بعمل ايه؟ صفين عقد مزدوجة تحت بعض. كده انا عملت صفين كاملين خلاص، 3 عقد خلصتهم على الفتلتين دول. شوفوا بقى الخيط اللي عليه الدور اللي هو رقم 5 من ناحية الشمال، هناخده ونشتغل عليه عقدتين بس بالفتلتين اللي بعده. يبقى انا كده عندي صفين يمين وصفين شمال. هرجع تاني بقى اخد الفتلة رقم 2 من على الشمال وارجع بيها هعمل عقدتين عليها بالفتلتين اللي بعدها. بس شوفوا بقى، خدوا بالكم بقى هشتغل باي واحده، بتاني واحده مش اللي جنبها على طول. هنعمل عقده مزدوجه مائله بس اتجاه من الخيط الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده، كاني ايه بعمل معين وبقفله. دي العقده التانية. هناخد الفتلة اللي في الاول خالص ونشتغل عليها عقدتين في نفس الاتجاه اللي انا كنت شغالة فيه. هنروح بقى الجهة التانية، الفتلتين اللي انا هشتغل عليهم نفس الكلام. هاخد الفتلة التانية واشتغل عليها عقدتين بالفتلتين اللي بعدها، ولكن هبدأ بالفتلة اللي جوه مش اللي بره. يعني دي العقدة التانية. هروح برضو اخد اول فتلة واشتغل عليها عقدتين مزدوجتين. بعد كده بقى هنقفل الشكل المعين بتاعنا. نركز هنقفله ازاي. زي ما انتم شايفين الفتلتين اللي في النص هناخد واحدة ونشتغل بيها على التانية. ونكمل بقى الفتلات اللي بعدها نشتغل بيها برضو على نفس الفتلة. واخدين بالكو انا باخد كل الفتلات اللي بعدها. نرجع لفتلة رقم 3 ونكمل نشتغل عليها عقد مزدوجة مائلة برضو. هناخد الفتلة رقم 3 نشتغل عليها بالفتلتين اللي قبلها من ناحية الشمال.
زي ما قلت لكم مهم قوي نركز احنا ماشيين ازاي، شغالين على اي فتلات. احنا كنا اخدنا الفتلة رقم 3، هناخد دلوقتي فتلة رقم 4 ونشتغل عليها برضو عقدتين مزدوجتين. كده عندي ايه، 4 فتلات يمين و4 فتلات شمال. هنرجع بقى نعمل معين تاني زي ما عملنا فوق، ناخد الفتلة رقم 2 ونشتغل عليها بالفتلتين اللي بعدها، بس هناخد الفتلة رقم 2 اول نبدأ بيها، بعد كده ناخد الفتلة اللي بعدها على طول. هنكمل زي ما كملنا فوق بالظبط. كده عملنا الناحية الشمال، هنروح نعمل الناحية اليمين. كده خلصنا الشكل المعين رقم 2. نقفل بقى الشكل بتاعنا زي ما قفلنا فوق، ممكن تقفلوه زي ما قفلنا فوق بالظبط، يعني هنشتغل بالناحية الشمال على اليمين، او تقفلوه العكس تشتغلوا بالناحية اليمين على الشمال زي ما تحبوا. المهم لما نمشي في اتجاه الفتلة اللي احنا هنشتغل عليها، ناخد الفتلة اللي جنبها نشتغل عليها كمان. كده يعني دي الفتلة التانية اهو هشتغل عليها. نقفل بقى الشكل بتاعنا، هناخد الفتلة اللي على اليمين والفتلة اللي على الشمال ونشتغل عقد مزدوجة مائلة بالتلات فتلات اللي بعدها. عشان نجمع الخيط بتاعنا كله في النص بعد كده. كده احنا خلصنا. هنقفل بقى الخيط بتاعتنا، هنجيب فتلة 30 سنتي تقريبا وهنقلب الشكل بتاعنا ونعمل الفتلة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنتنيها 2، واحد قصير واحد طويل، ونحطها على ظهر الميدالية بالطريقة دي، وناخد الطرف الطويل نقعد نلفه بشكل قوي على الحبال بتاعتنا كلها، وطبعا نلفه بشكل متساوي ومنسق عشان يبقى تقفيلة الميدالية بتاعتنا مظبوطة وشكلها حلو. لفوه بقى 3 4 لفات كده، وبعد كده شايفين الفتحة دي هندخل منها الطرف اللي احنا كنا بنلفه، وبعدين نسحب الخيط اللي فوق عشان يعمل لي عقدة تحت الخيوط اللي انا لفاها. اشد كويس الفتتين قصاد بعض، وبعد كده اقص الخيط الزيادة اللي هما اللي انا كنت بلفهم. اساوي بقى الخيوط بتاعتي، بعد كده هنفك الخيوط من بعضها ونسرحها، او لو حابين تسيبوها كده براحتكم، بس انا حابه شكلها لما تبقى شراشيب متسرحه. وطبعا طول الشراشيب زي ما تحبوا، ممكن تطولوها او تقصروها، انا حبيتها بالشكل القصير. كده خلصنا الميداليه، اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت لو عملتوها تبعتولي صورتها على جروب مدرسه المكرميه على الفيسبوك. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.